تقول نحن في قرية من قرى الجنوب، وجرى العرف عندنا أن يوزع أو توزيع وتقسيم الأراضي للأولاد الذكور دون الإناث، مع إعطاء الإناث شيء من ذلك، مع العلم أن شيء من ذلك، مع العلم أن الأراضي والمزارع تحتاج إلى نوع من التعب للحصول على الصدوق لها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض، يعطى الجميع، الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي جميع أولاده، الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يخص بعضهم دون بعض، قوله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه رجل يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، على جور لا أشهد على جور، فقل الله واعدلوا بين أولادك.